قصد تطوير السياحة الجزائرية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، نظمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بفندق السوفيتال ندوة وطنية حول السياحة الحموية بحضور وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، إضافة إلى وزراء الصحة والعمل والرياضة. وتجد الإشارة هنا إلى أنه خلال سنة 2015 تم القيام بدراسة تحليل الحصيلة الحموية عبر كل التراب الوطني، والتي حددت مخزونا حموي هائل يحتوي على 282 282 منبعا، من بينها 100 منبع قابل لاحتضان مشاريع استثمارية حموية جديدة. ومن هذا المنطلق عملت الوزارة أو القطاع الوزاري على تطوير السياحة الحموية من خلال دعم وتشجيع الاستثمار في هذا التخصص، حيث تم في هذا المجال منح 82 حق امتياز استغلال المياه الحموية، منها 72 تم منحها في إطار محطات حموية جديدة من طرف مستثمرين خواص، وعشرة عقود تم منحها للمؤسسات التابعة للقطاع العام. السياحة الجزائرية التي تعد من بين القطاعات الاقتصادية المهمة تعاني الأمرين من خلال الديون الكبيرة المستحقة على الفنادق والحمامات المعدنية، وبهذا الخصوص يقول وزير السياحة عبد القادر بن مسعود. هذه في إطار مجلس مساهمة الدولة، الدولة في إطار ترقية السياحة الحموية وترقية الاعتبار للمرافق السياحية اللي كانت ذات مستوى عالي في الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، فخامة الجمهورية قررت على اعتبار هذه الفنادق. المؤسسة أخذت قروض، مؤسسة الفندقة أخذت قروض بنفس الامتيازات من طرف البنوك الجزائرية بنفس الامتيازات ومع الخواص، فهي ملزمة بتطبيق القانون، نفس القانون اللي نفذ على الخواص، يعني التسديد، يعني نلقاو منتوج جيد، استغلال أمثل لتلك الثروة، وبالتالي عندها التزاماتها مع البنوك لازم تستفيد من امتيازاتها. رجعت القروض، رجعتها، ما رجعتهاش كان إجراءات تتخذ ضد المؤسسة. وفي انتظار خطوات حكومية جادة لتطوير قطاع السياحة في الجزائر، فإن الملايين من الجزائريين يغادرون البلاد سنويا خلال إجازاتهم الصيفية قصد السياحة في البلدان الأخرى وتحديدا الجارة تونس.